مساكم الله بالخير. اليوم اخواني نبي نسوي تعديل على فقرات الجمعية من ناحيتين. الاولى ما راح نحط موسيقى تصويرية اللي يسحبونها كاونتي بكبرة، وثانية راح نسوي فقرة افضل ثلاثة. يعني مثلا اذا بتكلم عن اللبنة، مثلا اليوم موضوعنا عن اللبنة، فما راح اعور راسكم واقول لكم هذه كذا سعرات وهذه كذا بروتين وهذه كذا، واللي يحب يتوسع بهالموضوع عنده طريقتين، اما يتابع فيديوهاتي السابقة باليوتيوب لاني شرحت الموضوع بالتفصيل، او انك تقرأ المكونات. اذا مالك خلق لا ترجع حق فيديوهاتي السابقة باليوتيوب ولا تقرأ المكونات، انا راح اعطيك الزبدة، راح اقول لك يبا هذه افضل نوع اشترها، بس كذي عشان لا اعور راسكم. وصلت؟ ندش فقرة الجمعية الجديدة. يا جماعة هذيلة تقريبا اغلب انواع اللبنات اللي يسألوني عنهم مراجعيني، طبعا مو الكل، هذا مو كل انواع اللبنة اللي موجودة بالجمعية، ولكن الاغلب. برتب لكم افضل ثلاثة، شنو افضل ثلاث انواع لبنة من هذيل. طبعا الافضل هذا رقم واحد، اللبنة الافضل هذه، وانا ادري اليوم راح تطير من السوق راح تخلص. المشكلة فيكم ما تقرون يا جماعة، يعني الحين انا قلت لكم هذه افضل شيء تروحون تشترونها على طول وتقولون هذه احسن لبنة، بس المفروض تقرون هذه جبنة مو لبنة، فلا تشترون، لا مو هذه افضل شيء، نروح على اللي بعده. جبنة وبقيمها لكم يوما ما، بس القصد يا جماعة في ناس يمشون على كلامي على العمياني، زين اقرأ على الاقل اقرأ، ما يصير اقول لك هذه لبنة تروح تشتري شيء كاهي هاي اللي صورها، اقرأ بس اقرأ جبنة ها. وترى هذه فعلا ما فيها شيء يا جماعة، بس تقييم لها يوم ثاني، وبنقيمها مع الاجبان مو مع اللبنة. نبلش جد الحين. شنو اقوى لبنة بين هذيلا؟ طبعا هذه يا جماعة هي الاختيار رقم واحد، ولكن صبروا هالمرة هذه لبنة صج مشكلتها. وايد مراجعين يقول لي طعم، فاذا انت ما يهمك الطعم تبي بس اصح شيء بغض النظر عن الطعم اخذ هذه، ولكن وايد من مراجعين يقولوا هاي فيها حموضة، ولذلك اللي عنده مشكلة مع اللبنة الحامضة هذه ما راح تعجبه، يعني عادي ياكل ربع قفشة ويقطها. فاذا عندك مشكلة مع الحموضة والطعم، يعني تبي طعم خلينا نقول طعم ما فيه حموضة، تصير هذه مو رقم واحد. شنو يصير رقم واحد؟ هذه بينار مرة واحدة. يا جماعة بينار ما فيها شيء، ليش قال لكم عنها؟ يعني اوكي فيها نسبة دهون، فيها كلهم ترى فيهم نسبة دهون، ولكن نسبة الدهون اللي فيها طبيعية عادية، يعني القفشة الواحدة فيها 50 سعرة حرارية فتعتبر مقبولة. فبالنسبة لي كطعم ومحتويات وسعرات هذه رقم واحد. هل المكونات فيها صحية 100%؟ لا يا جماعة، ولكني شفت ان مراجعيني لما اعطيهم بينار يستمرون بالرجيم مدة اطول من اعطيهم اي لبنة ثانية ما يقدر يستمر عليها لانه مو عاجبه طعمها مثلا باي واحدة من هذين. هذه شوية فيها دهون اعلى صح، بس اذا تخليك تستمر واي نوت، استمر. فتقييمي انا شخصي هذه رقم واحد. دي تقييمي الشخصي لها رقم اثنين، فهذه رقم اثنين، هذه رقم ثلاثة، هذه رقم ثلاثة. معناته الباجي ما تقدرون تستخدمونهم او فيهم شيء، ترى متقاربين جدا بالقيم الغذائية، بس انا مختار لكم الافضل زائد طعم، يعني طعم لذيذ زائد مكونات شبه صحية، مو صحية 100%، شبه صحية، لان عموما يا جماعة اذا بنتكلم بواقع اللبنة ما تعتبر اختيار صحي 100%، وايد فيها ما فيها بروتين، وايد فيها دهون، ولكن مو سيء لان الملعقه الواحده الكامله فيها 50 سعره، يختلفون اللي فيه 50 اللي فيه 55 اللي فيه 60 اللي فيه 45، ولكن ماكو ملعقه لبنه 200 سعره حراريه. وصلت الفكره؟ فلذلك تقييمي اللي قيمته لكم مساعة بناء على الطعم زائد المكونات شبه صحيه مقبوله. وصلت؟ واي لبنه بتاخذونها ثانيه من الجمعيه ايضا ما في مشكله، بس لا تطوف عدد ملاعقكم باللبنه عن اربع ملاعق تعتبر كميه حلوه، فلا افراط ولا تفريط، ما نقول ملعقه واحده ولا نقول تسع ملاعق ثمانيه، لا افراط ولا تفريط، فاربعه الكميه المناسبه من اللبنه. الحين اذا تبي تقلل عن هالرقم ما في مشكله، بس لا تزيد عن اربع ملاعق. وصلت؟ السلام عليكم.